السلام عليكم، نستمر في question number 19. وبطبيعة الحال عندنا sin to the 4x dx. في هذا السؤال شو احنا نسميه i؟ طبعا هذول نوع من الانتجريشن يجب ان الطالب يتذكرهم جيدا حتى يتمكن من الحل. step 1 sin to the 4 نعملها sin squared to x all squared dx، لأنه sin squared squared sin to the 4 كما تعلموا يا أحبتي وقد تحدثنا عن هذا سابقا ليعجب على واقع خارجية بأن sin squared of x equals 1 minus cosine squared of x وهي equals 1 over 2 1 minus cosine of 2x. هذه صحيحة وهذه صحيحة، ولكننا الآن نحتاج إلى هذا الشكل ولا نحتاج هذا الشكل لحل هذه المسألة. خلينا نحل هذه معروضة جانبا. إذن سوف أحول sin squared إلى 1 over 2 times 1 minus cosine of 2x نغلق القوس all squared dx. كما تعلم فإن هذه السكوير أو هذا الباور هي لهذا القوس الذي يحتوي 1 minus 2x وهي أيضا لـ 1 over 2. إذن بداية سأوزع هذا أو هذه القوة على 1 over 2 على 1 minus cosine of 2x، يصبح 1 over 4 1 minus cosine of 2x سكوير. هذه الخطوة قمنا بتوزيع الباور على 1 over 2 وعلى هذا أيضا. الآن سوف نعمل expand ل 1 minus cosine 2x، وأكتب هنا مذكرا بخطوات الإكسبانشن لهذا المقدار a minus b squared equals a squared minus 2ab plus b squared، وهذا من مفاهيم الألجبرا. أيضا سأترك هذه جانبا وسنقوم بتوزيع هذه الباور أو expansion لهذا المقدار. سنعمل integration of 1 over 4. لما نعمل expand لهاي تقول بي 1 اللي هي 1 squared زي a squared اللي شايفينها هون 1 squared 1 minus 2 times 1 which is 2 times cosine of 2x plus، لاحظ هنا plus b squared يعني plus cosine squared of 2x، هذا كله dx. هنا يا أصدقائي سنحول هذه أيضا حسب الايدنتيتي الى، ونستخدم نفس هذه الورقة عندي ظهر كوساين سكوير اوف 2x وهي equals 1 minus sin squared 2x وهي equals 1 over 2 1 plus كوساين دبل هذه الانجل، الانجل هي 2x دبل دبل بي 4x. اذا سوف استبدل كوساين سكوير 2x ب 1 over 2 times 1 plus كوساين 4x. خلينا نعرضها هون، يصبح integration 1 over 4
1 minus cosine 2x plus 1 over 2 1 plus cosine 4x dx وننسى إغلاق هذا القوس. الآن نحن جاهزين للإنتجريشن. نبدأ 1 over 4 لا يتم عليها إنتجريشن لأنها مضروبة. ال1 تصبح x، في هون 2 أنا نسيتها بالخطوة اللي قبل، minus 2 times cosine 2x هي sine 2x، ولكن عندي 1 over 2 اللي هي مقلوب هذا الكوفيشنت، بلس عندي 1 over 2 ما بنعملها انتجريشن لانها ملتبلايد بهذا المقدار، ال1 اللي هون تصبح x بلس sin 4x هي سوري cosine 4x هي sin of 4x، وما بننسى كمان نكتب 1 over 4 وهو ايضا ارسبك لهذا الكوفيشنت، نغلق هذا القوس بلس سي. عمليا انتهى الحل، ولكن بقي علينا ان نختصر 2 وال 2، فهذه هي اخر خطوه في حل هذه المساله. ماينس ساين 2x بلس، هل ترى معي هذا ال 1 اوفر 2؟ ما في داعي تعمل ديستربيوشن على هذا القوس، بامكانك تخليه برا، يعني ما بيأثر. 1 over 2 x plus 1 over 4 sin 4x plus c. انتهى حل sin to the power 4. ونبه قائلا إلى أن الفيديو اللاحق سوف يحتوي على حل، طبعا رقم 20 سيحتوي على حل cosine to the power 4 or to the 4 of x dx، فإذا كنت مهتما ابقى معنا. شكرا.